كمان نوع بشوكات روي حرام مو شايفهم طرشان مروي صار انا مروي بس من اول ما دخلوا هدول الزوز على الحارة ما شفنا خير يا شو في يا جماعة شو صار هو يا ابني انت وياه ما بيسوى هيك هذا عصام شو صار له اسمعوا لعصام اللي صار على هالحارة صار علينا كلنا بعدين فهمني شو اللي غيره حكيك على العقادة واخي معتز ان شاء الله بفكر انه الكلام ما بيصل لك بهاي الحارة ما في سر كله بيصل يا عجيب ليش انا شو حكيت لحتى تنبحت مثل الاباوي على رغيف السخن ها فهمني هلا رح ارجيك السخن على اصوله طلعوا لها طلعوا لها ما حدا يقرب روحك يا شباب عصام عمل لك مشاني شانك على عين والراس عم يا بزافي بس وحيات اللي خلعك القصه مو عندي القصه العلاقه بحاره الضبع ونحن نتعلم علينا وهذا الوقت يعلم علينا بترضوا يا رجال لا اصحابنا اصحاب باب شوكات والله واللي اسمه الله لربي فيك حاطط الضبع كله ولك ناقصني ولادنا جاهز شباب الحمد لله على السلامة يابو شو يابو شو في يابو رجع الحكي رجع الغالي يابو رجع الغالي شو عم تقول لك شو عم تقول يا نورت الحارة والله نورتك يا الله يا الله يا جماعة ما صبت يا جماعة رجعتوا بالسلامة نشغلك على أهلك مش هلا أنا فوت وجينا طيب أنا عليك ومصك على البيت الله السلام عليكم الله يخلينا يا حبيبي أهلين شرفتونا يا جماعة شرفتونا أهليكم بالسلامة يا أهل البيت ما صبتوا الله يسلمكم ما صبتوا يا جماعة كيفك صار؟ ألف الحمد لله على السلام يا سيدي وتاج راسي الله يحرمني هالطلة يا رب ألف الحمد لله على السلام يا سيدي وتاج راسي الله لا يحرمني هالطلة يا رب مو مصدق أعيوني إنه الله رد لي إياك سالم والله متت ميت موتي بدونك يا أبو عصام والله والله يا عمري والله اللحظة ولا بالخيال تقبرني والله مالي عارفة كيف رجلي حاملني يا أبو عصام والله والله مالي مصدق والله مالي مصدق يا عمري خلص بقى سوحك خلص قولي خلي دور لغيرك يا أبي يا أبي الحمد لله عارفة عنك يا أبي يا أبي سألنا عليك يا أبي اشتقت لك كثير الحمد لله على سلامتك عمي هي خيرية بنته لأبو خاطر مرته لمعتز أهلين أهلين بالغالي أهلين بالغالي الحمد لله على سلامتك الله يسلمك ابن عمي فيك شي عم يجعك شي مرضان شي جوعان شي لا الحمد لله والله ما فيني البلا بس بدي أكل أمرني يا نور عيوني شو أعمل لك؟
شو عندك بالمطبخ؟ بالحشاكيل جيبي لي باكل، شو من كان باكل، كل شيء من ايدك طيب. على راسي، على راسي يا تاج راسي. يلا انا بس بدي اطلع غير حلاسي معلش. يا مولاي.